طيب رجع لنا مرة تانية دكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بجد الترحيب بحضرتك دكتور حسام. وقفنا عند طبيعة الإجراءات اللي بيتم اتخاذها طبعا لتأمين طلبة الجامعات وكمان المدن الجامعية ومن الإصابة طبعا بهذا الفيروس. اتفضل دكتور حسام. يعني زي ما ذكرت لحضرتك انه كلمة السر في منع الانتشار هي الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، سواء في الجامعات المدن الجامعية عيادات الطلاب المستشفيات الجامعية. اول حاجة احنا شغالين عليها وده بتتم على مدى الاسبوع انه في محاضرات وندوات للسادة الطلاب اعضاء التدريس العاملين على ما هو فيروس كورونا، ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا. ده بيتم في كل الجامعات خلال الاسبوع بشكل دوري ومتكرر. حاجه ثانيه انه في تعليمات عامه تم ارسالها لكل الجامعات تتعلق باهميه تهويه جميع حجرات التدريس والمدرجات بصفه مستمره، وتقسيم الطلاب على اكبر عدد من قاعات التدريس، الاهتمام بالنظافه الشخصيه وبخاصه غسل الايدي وهي الكلمه السحريه اغسل ايديك كل 5 دقائق. أهمية اتباع الأساليب الصحية في لو الواحد هيعطس إنه يغطي الأنف والفم العص والسعال. زي ما ذكر ضيف حضرتك من شوية التغذية السليمة مع الإكثار من شرب السوائل، ما تجنب إنك تلمس عينيك تلمس بقك تلمس مناخيرك بإيديك في كل شوية. أي طالب بيشتبه في إصابته بالإنفلونزا بيتم فحصه على طول والتأكد من هل هي له اي نوع من انواع المخالطه باحتمال انه يكون مصاب ولا لا، واذا كان بيتم على طول عزله في اماكن المعده للعزل وارسال العينه للفحص المعملي عشان نتاكد اذا كان عنده مشكله ولا لا. طب دكتور حسام بالنسبه لل يعني العمليه الدراسيه وحضور المحاضرات وانتظام الطلبه، يعني هل الوضع فعلا ماشي بشكل طبيعي؟ هل في غياب بشكل كبير؟ هل في مرونه في مثلا في مساله الغياب او حضور المحاضرات؟ ايه الوضع بالنسبه لسير العمليه الدراسيه يعني؟ بصي حضرتك تعلمي انه الوضع بالنسبه للارشادات الصحيه العالميه بيتغير على مدار الساعه. لكن في حتى الساعه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي فاحنا الامور تسير بشكل منتظم، مفيش نسب غياب مرتفعه، العمليه التعليميه في الجامعات ماشيه بشكل منتظم، لكن احنا في نفس الوقت مستعدين لاي تغيرات. فاذا حدث لو الخطه به بقى لو حصل فعلا والموضوع تفشى بقى يعني لا قدر الله هنعمل ايه؟ هناك اي تغيير فاحنا ملتزمين بتعليمات المنظمات الصحيه بالتعليمات اللي بتصدرها وزاره الصحه والسكان. تمام ماشي. وفي نفس الوقت في عندنا خطط جاهزه بديله للتعامل مع العدم الحضور الجسدي للطلاب في الجامعات. احنا التعليم وخاصة في الكليات اللي فيها أعداد كبيرة يمكن أن يقدم بطريقة إلكترونية، التعليم عن بعد. واحنا الحمد لله بقالنا فترة منذ أن دخلت الدولة كدولة في التحول الرقمي، واحنا شغالين على منظومة الجامعات الذكية وميكنة الامتحانات والاستخدام الحواسب الآلية لسواء تقديم التعليم او لتقييم التعليم. فانا حاجة عايز اقول البنيه التحتيه جاهزه، نقدر يبقى فيه محاضرات اونلاين، الامتحانات اونلاين. هل احنا كده حضرتك بتاكد لي احنا جاهزين لهذا السيناريو لو لا قدر الله احتجنا ليه؟ احنا فعليا عملنا مجموعه من الاختبارات لحد ما وصلنا الى ان احنا امتحنا 81 كليه في 31 جامعه في نفس الوقت في شهر 7 اللي فات 2019. ده حصلت التجربه دي فعليا وتمت بنجاح. طيب فبالتالي قبل احنا قبل كورونا ده كان جزء من التطور التعليم في مصر. طيب يبقى كده احنا فهمنا من حضرتك الاجراءات اللي بيتم اتخاذها دلوقتي، الوقايه، رفع درجه طبعا الوعي الصحي عند الطلبه، الحاجات بقى لها علاقه بالتهويه والتعقيم والمحاضرات او قاعات المحاضرات، المستشفيات، المدن الجامعيه، والاهم كمان الجزء الثاني المهم برضو انه في حال لو تم يعني لو استدعى الامر تعليق الدراسه في الجامعات زي ما سمعنا من دكتور حسام عبد الغفار ان احنا جاهزين بالفعل وان احنا عملنا تجربه مماثله قبل كده من فتره، ومن الممكن طبعا يبقى دراسة عن بعد، دراسة أونلاين، محاضرات وامتحانات، ويعني إن شاء الله يعني الأمور تمشي على ما يرام. يا رب.